ليه كده؟ قفلت الكاسيت ليه؟ انت فاكره نفسك عايشه في البيت لوحدك؟ معليه الكاسيت على الاخر لا عامله حساب لماما العيانه ولا انا اللي مش عارفه اذاكر. اولا بقى انا حرافه اوضتي. اولا دي مش اوضتك انت لوحدك، دي اوضتنا احنا الاثنين. ثانيا بقى حره على عيني وعلى راسي بس من غير ما تاذي اللي حواليك. يا حبيبتي الموسيقى غذاء الروح. تبقى على قدك يا حياتي. والله بقى انا حره اعمل اللي انا عاوزاه في الوقت اللي يعجبني. يعني ايه؟ بلاش تذاكر؟ اسقط انا؟ والله دي مش مشكلتي انا. انت ما حدش مالي عينك. ايه ده؟ انت بتعملي ايه؟ وريني بقى لو عرفت تاخدي الكاسيت ده تاني. بقالك سيبي الكاسيت احسن لك. مش هسيبه هتعملي ايه يعني؟ هقول لماما. قولي. ماما يا ماما سيبي الكاسيت بقالك. يا تهامي يا ليلى بطلوا خناق الله يهديكوا. ماما تهاني مش عاوزاني اسمع الكاسيت. مش عارفه اذاكر يا ماما. يا ماما دي بتتلكب، اللي عاوز يذاكر بيذاكر. اهدوا اهدوا يا بنات اهدوا الله يخليكم. اقعدي معليه الكاسيت على اخره وسمع الجيران. وطيه شويه يا حبيبتي. يعني ايه بقى يا ماما؟ يعني بلاش اسمع مزيكا خالص؟ يعني بدل ما تسمعي مزيكا ذاكري لي كلمتين. والله انا يعني حره اذاكر وقت ما يعجبني. يعني ايه؟ لا تذاكري ولا تخلي حد يذاكر، دي ما بقتش عيشه دي. والله دي حاجه اتبعها. مش قادره اتكلم انا تعبانه. ارحموني بقى. واقفه لاختك على الواحده يا كبيره يا عاقله. يعني انا اللي غلطانه يا ماما؟ حاضر يا ماما بلاش اذاكر بلاش انجح، بس ما يجي محسن بقى لازم يشوف له حل. ايوه يا باشمهندس. أمر انت رجعت الرسم ده كويس؟ طبعا رجعته. مفيش حاجة بتخش ليك اللي لما برجع عليها كويس. طب اتفضل راجعه من تاني. هو في ايه بس؟ مهندس حسام عامل منور على الشارع وانت رجعته بنفسك ومع ذلك عدت عليك. منور على الشارع؟ فين المنور على الشارع ده؟ ده ايه ده يا باشمهندس؟ ده مدخل يا محسن بيه. مدخل؟ ايوه مدخل. الظاهر انك انت مش واخد بالك، شوفها تاني. صحيح. معلش الظاهر اني تعبان شوية. انت لازم تستريح يا باشمهندس، مش معقولة يعني كده شغل في شغل. ان اللي بدني عليك حق. اعمل ايه بس يا مرتضى؟ انت عارف ليه؟ هو انت قصرت في حاجة؟ ما تهاني في الجامعة وليلى في الثانوية العامة. اهي ليلى دي مسؤولية لوحدها. يعني عشان ما تدلع حبتين؟ ما هي كانت اخر العنقود عند الحاج الله يرحمه. وما كانش يرفض لها طلب، وكانت تيجي تقعد على المكتب وهو يقول لها شبيكي لبيكي. ما دي المشكله اللي سابها لي الله يرحمه. ولا مشكله ولا حاجه، بكره تكبر وتعقل. بالعكس دي كل ما بتكبر كل ما بتتجنن اكتر. المهم انت كده يعني مش ناوي تفوق نفسك بقى ولا ايه؟ قصدك ايه؟ محسن يا اخويا انت طول عمرك بتعتبرني اخوك. اه طبعا، بس مش فاهم ايه المنازعه. يعني كده حالك مش عاجبني. انت عايز تقول ايه يا مصطفى؟ مش عاوز اقول حاجه، انا عاوزك تبص لنفسك تشوف حياتك. تتجوز اخي؟ اتجوز؟ ايوه تتجوز. ولا انت ناسي المفروض ده يحصل من زمان؟ المفروض حاجه والواقع حاجه تانية خالص. محسن يا اخويا انت المفروض اللي زيك يكون معاه عيال في المدارس دلوقتي. العمر بيتسرق منك سنه ورا سنه وانت ولا انتش داري. ما اقدرش اتخلى عن المسؤوليه. مسؤولية ايه الا كل ما اكلمك تكلمني عنها؟ الحاج الله يرحمه مات ومش سابكم محتاجين لحاجة، والبنات هيكملوا تعليمهم سواء بيك او من غيرك. المسؤولية اللي بتكلم عليها مرتضى مش مسؤولية مادية، دي مسؤولية أدبية. برضه مال، خليني معاك، البنات كبروا وتربوا أحسن تربية. البنات كل ما بيكبروا خوفي عليهم بيكبر معاهم. المهم، أنت هتفضل كده إلى ما شاء الله؟ يعني لحد ما يتخرجوا من الجامعه ويتجوزوا. الو اهلا يا مديحه. طيب عن اذنك يا باشمهندس. ازيك يا مديحه؟ وازي تامر ومختار؟ لا
لا معلش، المره اللي فاتت انت جيت وانا ما كنتش موجود. ما تحاولش تفهمني انك مشغول لدرجه انك ما تسالش على اختك الكبيره. ده احنا ياما لعبنا مع بعض واحنا صغيرين يا واد يا محسن. قصدي يا باشمهندس، ما تزعلش بقى قوي كده. قولي الاول ماما اخبارها ايه؟ صحتها عامله ايه؟ اصل عماله اتصل بيها تليفون على طول مشغول. ايوه انا قلت لاختي تهاني تديها الدواء في مواعيده. اذا كان خلو محسن ادينا كلمه. استنى بس يا تامر، ده تامر عايز يكلمك يا محسن. عاوز اكلمه يا خلو محسن. خلاص يا خلو محسن. خلاص خلاص خلاص، خد كلمك بس ما تلغيش كتير. حاضر. الو، ازيك يا خالو؟ عامل ايه؟ انت بقى مش هتيجي عشان تاخدني تفسحني؟ ما بابا مش بيفسحني. لا بقى يا خالو، كل مره تقول لي الجمعه الجايه الجمعه الجايه. هي الجمعه الجايه بتاعتك دي مش عاوزه تيجي بقى؟ ازيك يا تاني؟ اهلا يا محمد. ايه اللي بتعمليه ده؟ يعني هكون بعمل ايه يعني؟ بسمع مزيكا طبعا. اتكلمي بقى. واكسر دماغك كمان بدل ما وصلت ديك البجاحه للدرجه دي. فاضل لك شهر على امتحان الثانويه العامه. انت ايه، مفيش دم؟ ما عندكيش احساس بالمسؤوليه؟ نفسي مره واحده اشوفك بتعملي حاجه صح. انت خلاص كبرتي، ما بقيتيش صغيره كل شويه هنطبطب عليكي. انا خلاص زهقت منك ومن استهتارك ده. يا تهاني يا تهاني. ايوه يا ماما. اخوكي بيزعق ليه يا حبيبتي؟ بيزعق ليلى عشان سايبه مذاكرتها وقاعده تسمع موسيقى. انا عارفاكي، تلاقيكي انت اللي قلتيله. حضرتك دايما ظلماني كده يا ماما. طب ايه رايك بقى ان انا كنت قاعده بذاكر في الصاله وهو جه من بره دخل على اوضتها على طول. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. تهاني ما فيش اي حاجه، انا بنفسي سمعت المزيكا وانا طالع السلم. احضر لك العشاء يا محسن؟ يا ريت تاني. حاضر. انت ضربت ليلى يا محسن؟ اه ماما ضربتها، كلمتني بجاحة. ليه يا حبيبي؟ ده ابوها فاتها بدري، وابوك الله يرحمه عمره ما ضربها، وانا عمري ما شخطت فيها. بصراحة بقى ماما، انت وبابا الله يرحمه دلعتوها اكثر من لازم، وده لانها اخر العنقود. ليلى خلاص كبرت، دلع كلها ده مش هيفيدها، بالعكس هيضرها. ما تكسرش بخاطرها يا حبيبي، دي ملهاش حد بعدنا غيرك، انت ابوها واخوها وامها. ربنا يديك طول العمر يا ست كل. اللي بيجي اجله بيمشي يا حبيبي، وانا عايزك تبقى حنين على اخواتك، وتحط ليلى في عينيك زي ما كان ابوها حاططها. حاضر. حاضر يا ماما. يلا يا حبيبي روح صالحها، طبطب عليها زمانها مموته نفسها من العياط عشان خاطري يا محسن. حاضر يا ست الكل. حاضر. أنا بزعقلك عشان مصلحتك. أنت ضربتني بالقلم على وشي. برضه عشان مصلحتك. أنا عايز منك إيه غير إنك تنجحي وتجيبي مجموع كبير وتخشي كلية هايلة زي أختك تاني؟ أنا ماليش دعوة بحد، كل واحد حر في نفسه. مش معنى إنك حرة إنك تستغلي الحرية دي غلط، تقومي تضري نفسك ومستقبلك. لو كان بابا عايش ما كانش سمح لك تمدي إيدك عليا أبدا. معلش حقك عليا. وبعدين بقى بنات الصغيرين لما اخوهم الكبير يعتذر لهم ينسوا كل اللي حصل. انت بتكلمني زي ما يكون عيله صغيره قدامك. ليه يا ليلى حبيبتي؟ يا ليلى انت مهما كبرتي هتفضلي برضه تنظري البنت الصغيره اللي كانت بتتنطط على مكتب بابا الله يرحمه.
الله يرحمك يا بابا. لو كنت عايش ما كنت سمعت لحد يمد ايده عليا ابدا. اوه رجعت عاطي تاني؟ يا سلام، انا قلت لك قبل كده ان في خلال سنه واحده هتبقي كبيره المهندسين قسم التصميم، وانا هقعد في البيت. مش للدرجه دي يا باشمهندس، وبعدين احنا ما نقدرش نستغنى عنك ابدا. حقيقي يا حنان، اصلك انت مهندسه ناشطه جدا وعندك طموحات، وهتبقي في يوم من الايام مهندسه ليه عشانها. يعني التصميم عجب حضرتك؟ عجب حضرتي، بس المهم يعجب حضرته هو. هو؟ هو مين؟ المدير العام الباشمهندس محسن. يلا 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 ادخلي وريله بنفسك عشان يعرف انه في شركته في مهندسات مبدعات وكفاءات ممتازه. يعني حضرتك شايف ان انا التصميم ويوافق عليه نفسه. يلا ما تضيعيش وقت، يلا. بعد اذنك. اتفضل. يا رب تجي دوب بقى. أنا من زمان وأنا رأيي فيك إن كفاءة نادرة. متشكرة جدا يا فتحي. لا دي الحقيقة يا ناس حنان، أنا مش بجامل. اتفضلي يا ودي. لا يا فندم متشكرة، أصل أنا. خلاص خليكي براحتك. بعد إذنك. على فكرة أنا منتظر منك دايما تصميمات رائعة زي دي. أتمنى إني أكون دايما عند حسن ظنك. ده أكيد. بعد إذن حضرتك. اتفضل. عطوة عطوة تعال عطوة. اهلا يا سي ممدوح. اهلا عطوة. اه تعال. شكرا. شعبان شايلة عطوة يا شعبان. حاضر يا ممدوح افندي. ايه الاخبار يا عطوة؟ الحالة مشفرة على الاخر، العالم بقت ايحة قوي يا سي ممدوح. تصدق بالله لا اله الا الله، بدخل البيت من دول ارشه حتة حتة، ان صاحب الشقة ولا الست تختشى على دمها وتطلع بريزة ولا شيلن اكرامية للعبد لله. ابدا، مع اني برش بكل ذمه وامنع عنه الحشرات واتقل في المحلول وكله ببلاش على حساب وزاره الصحه، وبرده مفيش. لا اله الا الله، لا اله الا الله، عالم حشرات قصدي عالم جعانه يا اخي. بذمتك مش لو اتصلوا في شركه قطاع خاص مش هتاخد منهم الشيء الفلاني؟ ولا عشان انا من وزاره الصحه؟ بقول لك يا عطو، عارف شارع المماليك؟ هو في شارع معرفوش؟ في عماره هناك رقم 26 بوابها اسمه عثمان، فيها بنت اسمها ليلى، عايزك تجيب لي اخبار الناس دول كويس قوي. يا عم العمليه اللي فاتت رميت لي شيلن وكنت موعدني ببريزه وكلتها علي. مش الناس طلعوا بومبه والصناره طلعت فاضيه؟ انما انا حاسس بقى ان العمليه دي الصناره هتشبك وهيطلع فيها بلطيه مبطرخ. وليك يا عم ساعتها 5 شيلن؟ جد؟ جد يا عطوه. لا يا عم انت كلامك ما بيصفاش على النص. جرب يا عطوه جرب، الدنيا تجارب. رش هنا وهنا هنا كمان وهنا. معرفش النهل والسلاسل الصغيره دول بيجوا منين. عشان البلاعات الست هاني. طب يلا علشان بعد كده ترش اوض النوم وخصوصا اوضتي. ها هرشها لك 3 مرات وبعد كده المطبخ والحمامات. وبعدين يا ممدوح يا ابني لا عيني كملت ولا شغل بتشتغل وطول النهار نايم وبالليل تلبس وتسهر. وانا يعني ما كملتش الكليه بمزاجي؟ مش هما اللي سقطوني 3 سنين وبعدين رفدوني اضطهاد. وبعدين ما هو لازم تشتغل وتدور على مستقبلك. ادور على شغلي؟ لا، انما اشوف مستقبلي. ما الشغل هو المستقبل. غلط غلط يا ابو ممدوح غلط. واحد زي سائق تاني يا جماعه، يعني كل اللي حلته ثانويه عامه قديمه يوم ما يشتغل هيديله كام؟ ده اذا لقيت شغل. لكن انا بقى بدور على المستقبل، هتخطى تعيشني طول العمر مستريح. ايه؟ ابعد عن الحرام يا ممدوح. حرام؟ حرام ايه بس؟ حد جاب سيرة الحرام؟ بخط الجواز على سنة الله ورسوله. جواز؟ انت بتشتغل عشان تقدر تصرف على بيت يا ابني؟ هنا بقى الحدق. سي ممدوح. عطوة اقعد عطوة، ايه الأخبار؟ قول لي طمني. لا ناس تمام، هما بنتين وأمهم وبيقولوا لهم أخ كبير وابوهم ميت. ابوهم ميت الحمد لله. وعرفت الاخبار دي منين؟ ما انا اتقصت من البواب والمكواجي، وكل واحد منهم ما كانش يفتح بقه الا لما اعكمه.
معقول انت دفعت لهم؟ ده انت جربان. احلف لك؟ لا ما تحلفش. مصدقك؟ هما من عيله كبيره قوي، واخوهم راكب عربيه، وهي بتروح نادي القمر. بس لقيت ليه صاحب هناك. طب شيلين كمان، ده انت منشار، ما انت اكيد خدت منهم. ما تدونيش اي حاجه، هما ناس اغنيه صحيح، لكن بخل قوي. مش بقولك الناس بقت تحب ابو بلاش؟ احلف لك؟ لا بلاش بلاش. خد سليمة. معلش برضو، ولاد الحرام ما خلوش لولاد الحلال حاجة. هتقول لي ايه بقى بالشيلين اللي خدته؟ انا مش هقولك، انا هعمل لك خدمة العمر. يا سلام. انا اعرف واحد اسمه عبد فندي، شغال في الشهر العقاري، برشله شقته كل شهر. ده حبيبي، هو راجل اكيل شوية وما يجاملش ابوه، وكل حاجة عنده بالقرش، لكن كله يهون. وده هيعمل لنا ايه يعني؟ الله 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 الله، هيعمل لنا ايه؟ هيعمل كتير. بس انا ما عنديش حاجة عايزة تتسجل. لكن عندك بيانات عايزة تستوفى. بيانات؟ بيانات ايه يا ابو عقل مخروم؟ انت باين رش المبيدات اثر على نفوخك. مقبولة منك، الناس دول مش اكيد عندهم عمارات، لا ده عندهم عزبة وكله مسجل في الشهر العقاري. عبد فندي ممكن يجيب لك البيانات دي كلها، عشان تدخل على نور، وبرضو اكيد هتفتكر محسوبك. هاي العطوة، هاي دي هتكلفك 5 برايز. ماشي عطوة، بعد اذنك اعمل تليفون. الو، ايوه طارق، عايزك في موضوع مهم. لا يا اخي مش في البيت. في النادي. بس بقولك ايه، سيب لي تصريح على الباب، موضوع مهم يا اخي، بعدين هقولك. يلا مع السلامة. ليلى؟ ايوه ليلى يا عم، سيبك منها، دي بنت جلوعة. مالك انت يا اخي، مهم ان اتعرف عليها. طيب ما تتعرف عليها، ولا انت عايز تعرفني انك مكسوف؟ يا سيدي انا مش مكسوف ولا حاجه، كل الحكايه ان انا عايز بدايه التعارف تتم بطريقه شيك. الله، وبعدين المره دي قصدي شريف. بقول لك ايه، الشله اللي هي قاعده معاهم دي انا ماليش اي صله بيهم، ما اعرفش اي حد فيهم. خلاص يا عم، هعرفك عليها وعلى المجموعه اللي معاها عشان يطمر فيك يا سي ممدوح. اهو كده الصحاب، لازم الصاحب يقف مع صاحبه وقت الزنقه. ربنا يفك زنقتك. يلا بلاش كتر كلام. يلا يلا. يا جماعه، اوه انت جيت. هقدم لكم ممدوح صاحبي، عدو جديد هينضم للمجموعه. يا اهلا. اهلا بيك. اهلا 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 بيك. معاك اكل؟ لسه واكل من شويه. طب معاك حاجه حلوه؟ لسه محلي من شويه. دي بقى نوره، وده حسام مهرج المجموعه، ودي بقى علا اللي بتاكل حاجات حلوه كتير، وده وليد، ودي بقى ليلى الدلوعه بتاع النادي. اهلا وسهلا، انا سعيد جدا بانضمامي لشيلتكم. واحنا كمان. مساء الخير يا ماما. مساء النور. مالك في ايه؟ مالي على الله. مالك يا ماما في ايه؟ ما انا سايبك زي الفل. كنت فين يا ممدوح؟ يا سلام يا ستي، هي دي بقى المشكله اللي قلقاكي قوي قوي. وانا ليه مين غيرك يا ابني عشان اقلق عليه وانشف؟ يا ماما هو انا عيل صغير؟ يا ريتك كنت عيل صغير، ما كنتش حزنت عليك الحزن ده كله. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، هي وصلت للحزن يا ممدوح. وخيبه تقيله اتحطت عليا انا. انت معيك صغير يا ابني، من يوم ما رفضوك من الكليه وانت تلبس وتخرج. يا ماما يا ماما، 100 مره قلت لحضرتك انا عارف مصلحتك كويس. هي فين مصلحتك دي يا ابني؟ هي بدل ما تروح تدور على شغل تامن بيه مستقبلك، طلعت تدور على العروسه؟ مستقبلي مش هبنيه هنا. امال فين؟ في الخارج، هجيب عقد عمل زي الفل. وماله؟ تبقى تاجل بقى جوازك لحد ما تسافر وترجع بالسلامه، تكون كونت لك قرشين تبني بيهم بيتك وتبني بيهم مستقبلك. وفيها ايه لما اتجوز ليلى ونسافر سوا؟ هي اسمها ليلى. بنت حلوه زي القمر، بحبها وبتحبني. انت عمرك ما حبيت حد. لا خلاص خلاص، دي اخر واحده، هخطبها ونسافر على طول. ما كنت بتقول كده على سهير وبرضه سبتها. سهير طلعت مقشفره، ما حلتهاش اي حاجه، ما حلتهاش اللضب. بقى كفايه كده، بقى انت بتدور على واحده عندها فلوس. ها وماله؟ مش المثل بيقول من جور السعيد يسعد؟ يا ابني بنات الناس مش لعبه في ايدك، حرام عليك اللي تعملوا فيهم وتعملوا فيا انا. ده انت ابني الوحيد اللي طلعت بيه من الدنيا، وكنت فاكرك هتبقى سندي بدل ابوك. يا
يا ماما يا ماما، وانا قصرت في حقك في حاجه؟ انت مقصر في حق نفسك، انا مش محتاجه حاجه، معاش ابوك يكفيني يا ابني. انا اللي صعبان عليا انك مش عارف في راسك من رجليك، بتشيل ايدك من الكسبانه تحطها في الخسرانه. ما شاء الله ما شاء الله، وكده بقى تبقي ليلى اختي بصحيح. يلا بقى يا حبيبتي شد حيلك عشان عندي ليك فجأة الجنة. هو ودي هتجيبها لي امتى يا ابني؟ لما تنجحي طبعا. كده؟ يلا ربنا يوفقك. عامله ايه النهارده يا ماما؟ نحمد ربنا يا حبيبي. لا انت زي الفل والحمد لله. انت اللي النهارده مبسوط قوي يا ضنايا. بيني وبينك يا ماما، لما دخلت ولقيت ليلى فاتحه كتاب وبتذاكر انبسطت جدا. مش قلت لك ليلى كويسه؟ بس هي عايزه محايله شويه. ربنا يهديها ويسمع منك. الف هنا يا امي يا حبيبتي. تتهني يا روح قلبي. جهزت الغداء تاني؟ ايوه الغداء جاهز يا محسن. على فكره انا شايف ان شغل البيت بيعطلك كتير عن المذاكره. والله السنه اللي فاتت كمان كنت بتقول نفس الكلام ونجحت بتقدير جيد جدا. لا السنه دي انا عايز امتياز ان شاء الله. يا رب يا رب يا محسن. ان شاء الله ربنا هيكرمك. اروح انا بقى احط الغدا. يلا حبيبتي. تهاني شاطره قوي يا محسن. ايوه بس شغل البيت كله على دماغها لوحدها. ما انا قلت لك ليلى لسه صغيره. يا ماما يا ماما انا مش عايزه كل شويه تفضلي تقولي لها انت صغيره. ليلى خلاص كبرت، كلها بكره ولا بعده تبقى مسؤوله عن بيت، لازم تتعود على المسؤوليه من دلوقتي. انت يا حبيبي اللي بتعمل من الحبه قبه. انا كل اللي يهمني مصلحتها، مش عايزه تتربى على الستار من دلوقتي. انت اصلك ما تعرفيش ليلى بالنسبه لي تبقى ايه، دي اكبر مشكله في حياتي. ان شاء الله ما فيش مشاكل ولا حاجه يا حبيبي، بس انت سيبها اليومين دول تذاكر وتشوف مستقبلها. يا ريت يا ماما يا ريت. الله انت مش جاي النادي ولا ايه؟ دي الشيله ما تبقاش حلو من غيرك. لا طبعا مش هقدر اجي. انت بتتكلم منين؟ من الاول تحت البيت؟ لا طبعا، ما انت عارف ان انا عندي امتحانات ثانويه عامه السنه دي. انت بتضحك على ايه؟ بضحك على ايه؟ اصلك بتتكلمي كاني محتاجه قوي للثانويه العامه والدراسه ووجع القلب. يا ليلى يا ليلى انا هسافر واعمل فلوس كتير قوي قوي قوي، وساعتها مش هتبقي محتاجه لا للشهاده ولا الوظيفه ولا اي حاجه. وبعدين بقول لك ايه، ما انت عندك اللي يكفيكي واكتر. قصدك يعني حقي في الميراث؟ طب ما انا عارفه محسن اخويا ما بيرفضليش طلب. على العموم ده واجب عليه بيأديه، انما ده ما يمنعش ان ليكي حق في يوم من الايام لازم تطالبيه بيه. اه امال ايه؟ ده انت طيبه طيبه قوي قوي يا ليلى وعلى نياتك. المهم دلوقتي مش لازم نتقابل، بعد ما الامتحانات تخلص وتبقى تيجي تطلبني رسمي. طب باي باي دلوقتي، مع السلامه. على العموم ده واجب عليه بيأديه، انما ده ما يمنعش ان ليكي حق في يوم من الايام لازم تطالبيه بيه. اه امال ايه؟ ده انت طيبه طيبه قوي قوي يا ليلى وعلى نياتك. مساء الخير يا مديحة. ما هو بدري يا سمو مختار. بقول مساء الخير يا مديحة. وانا بقول ما هو بدري يا سمو مختار. معلش انا كان عندي حصص دروس خصوصية النهاردة. دروس خصوصية؟ ما عاد الدروس الخصوصية فات من بدري يا سمو مختار. لا ما هو انا اصلي اتفقت على دروس جديدة، الدكتور رشاد قال لي ادرس لبنته واتفقت معاه النهارده على كده. يا حلاوه، يعني هتزيد كام يا سمو مختار؟ 5 جنيه؟ وماله؟ اهي النوايا برضه بتسند الزير. زير؟ ده انا لولا فلوسي
اللي بيجيلي من البنك كان زمان الزير اتكسر من بدري يا مختار. وهي لازمته ايه الكلام ده دلوقتي يا مديحة؟ لازمته انك تفهم يا حبيبي، زمايلك المدرسين بيدوا الحصة بعشرة وبعشرين جنيه، وانت زي ما انت فابو بلاش فابو بلاش اللي ما بينفعش يا مختار. لا مين قال؟ انا باخد في الحصة جوز جنيهات، يعني اتنين جنيه. يا حلاوة، اتنين جنيه مرة واحدة اوكازيون يا ناس، اتنين جنيه يجيبوا ايه يا مختار؟ دول ما يجيبوش خمس بيضات في الزمان ده. يعني لو كنت اشتريت لي فرختين وقعدت اربيهم جنب امي كان احسن لي من الجوازه اللي مش جايبه همها دي يا مختار. اه يا من بختك يا مديحه، دون انا عن الستات اللي في الدنيا كلهم. يا رايه يا مديحه، شكلك كده عايزه تقلبيها خناقه ولا ايه؟ عشان تفهم يا مختار، عشان تحس بالدنيا حواليك كل حاجه في الدنيا بتزيد الا انت. رغيف العيش بقى بعشرة ساخ، وانت يا حبيبي زي ما انت ولا حاسس. طب وانا هعرف منين؟ مش انت اللي بتاخدي الفلوس وبتنزلي تشتري بيها الحاجة؟ يا لهوي يا ناس يا هو، الراجل ده هيجنني. في ايه يا مديحة؟ في ايه بس؟ يا سلام بقى لو نتلم بالهداوة ومن غير زعيق وتفهميني طلباتك وانا انزل انفذها لك من الصبح من عينيا. عايزك تفهم يا مختار، عايزك تحس يا مختار ان القرشين اللي بتجيبهم من الدروس الخصوصية دول ما يفتحوش بيت، وان لولا الفلوس اللي انا ورثتها من اهلي كان زمان انا وانت والواد بنقول لله يا محسنين على السيدة. لا انا ارى ان الحسين اكثر ازدحاما ويمر به اناس طيبين يعملون الخير دائما عن طيب خاطر. بعدين بقى يعني عمالين تزعقوا، يعني الواحد ما يعرفش ينام في البيت ده شويه. تامر ابني حبيبي نور عيني، كويس انك انت حضرت الدرس اللي امك بتديهولي ده دلوقتي، وكويس انك انت حضرت المراجعه دي. بنتكلم بالراحه كده شويه وبهدوء ومن غير تجريح علشان اديك الفصيح. تامر خش اوضتك يا تامر. يعني صحتوني من عز النوم، وبعدين بقى انا عايز افضل مع بابا شويه عشان استفيد. تامر ابن حبيبي لازم تستفيد مني ومن وجودي جنبك، خليك قاعد ده انت حظك حلو، النهارده امك بتشرح اخر درس في المقرر عشان بعد كده ما يبقالكش حجه لو جالك سؤال كده ولا كده ولا كده. انت بيتكم بعيد عن هنا؟ طول ما انت بتاخد الامور بالتهريج ده يا مختار عمر الكلام معاك ما هيبقى له لازمه. ممكن حضرتك بقى تفهميني طلباتك ايه بالظبط وانا انفذها لك دلوقتي قبل بكره الصبح؟ ترفع اسعار الدروس الخصوصيه يا مختار. حاضر، ليك عليا ابتداء من الشهر القادم هرفع ثمن الحصه الى 3 جنيه الا ربع، ينفع كده؟ اهلا يا ليلى. اهلا، جيت تعرفي بالظبط. تعالي اعرفك بماما عشان تشوف عروسه ابنها الحلوه. بس ما بسش ولا حاجه، يلا اتفضلي. ايه ده؟ ليلى يا ماما. اهلا وسهلا يا بنتي، شوفي حلوه ازاي. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا حبيبي. اتفضلي يا ليلى. نورتي النادي، مش النادي وبس، دي المنطقه كلها. درجة دي ممدوح واكتر يا ليلى، انت مش عارفه انت ايه بالنسبه لي. ليلى احنا امتى بقى هنتجوز؟ بس على اللي انجح السنه دي يا ممدوح. مش مهم النجاح، مش مهم النجاح ما دام هنتجوز ونبقى مع بعض. ممدوح انت مش عاوزني انجح؟ ما هو اذا نجحت هنتجوز واذا ما نجحتيش برضه هنتجوز. وانت بقى يا حبيبتي في الثانويه العامه؟ خلصت الامتحانات ومستنيه النتيجه يا طنط. ربنا يوفقك يا حبيبتي. ميرسي يا طنط. يا ماما انا اتفقت انا وليلى زي ما قلت لحضرتك قبل كده اننا هنتجوز في خلال شهرين واخدها ونسافر على طول. الله، طب ودراستك ومستقبلك يا بنتي؟ ما انا يا طنط كنت لسه انا وممدوح بنتكلم في الموضوع ده. مستقبلنا مع بعض يا ماما، وبعدين ليلى مش محتاجه اي حاجه، ليلى غنيه. قصدي ان انا مش هخليها تحتاج اي حاجه. ربنا يقدم اللي فيه الخير. لما ماما تطلب لكم الغدا يا اولاد عن اذنكم. اتفضلي انت ماما، اتفضلي. تعرف يا ممدوح ان مامتك ست طيبه قوي؟
وانت تعرفي اني بحلم باليوم اللي يجمعنا فيه بيت واحد، بيت صغير على قدنا نبنيه سوا طوبة طوبة. وهبنيه معك ازاي لما اكون من غير مؤهل ومن غير شغل؟ تاني يا ليلى، تاني هرجع اقولك اني غنية ومش محتاجة فلوس، وان باباك سايبلك نصيبك في المراس، ومن حقك من حقك انك تطالبي بيه. ايوه بس انا لسه قاصر، وابي محسن اللي بيصرف عليا. ليلى يوم ما هنتجوز مش هتبقي قاصر، وساعتها يبقى ليكي كل الحق انك تطلبي كل مليم عند اخوكي. ليلى انا يعني مش بقول الكلام ده طمعان في فلوسك، لا سمح الله، انا هسافر هسافر واشتغل واعمل فلوس كتير قوي، انا بس بحاول انورك يا بنتي عشان تعرفي اللي ليكي واللي عليكي. قلقانة يا حبيبتي وقلقانة معاكي. مش قادرة مش قادرة يا ماما، أنا يوم ظهور النتيجة ده ببقى على أعصابي. مش محسن قالك هيشوفها ويتصل بينا؟ ماما اتصلش أهو. هو لحق يا حبيبتي؟ ابني سنين جنب التليفون. شغلتني عليك، كنت فين؟ كنت بشوف نتيجة هاني. ها وإيه الأخبار؟ جيد جدا الحمد لله. ألو؟ أيوة يا محسن، بجد؟ صحيح؟ بجد يا حبيبتي. بس أنا كنت متوقعة تقدير أحسن من كده. برضو نقول الحمد لله. جيد جدا في الحقوق، إنجاز كبير جدا. اه طبعا يا حبيبتي طبعا، هديتك هتوصلك النهارده. لا معقول، دي مفاجاه ليكي. اه ان شاء الله باذن الله. المهم انت دلوقتي بس طمني ماما واتصلي بمديحه وليلها. خلاص يا حبيبتي مع السلامه. الف مبروك محسن. الله يبارك فيك يا مرتضى، عقبال ولادك. يا انا على بال ولادي ما يدخلوا الجامعه اكون انا في دار المسنين. كلام ايه ده يا راجل، برضه الجواز بدري يا محسن، له مزايا عديدة. قول لي بقى أخبار عمارات العرايس إيه؟ شوف أنا بكلمه في إيه؟ هو بيكلمني في إيه؟ مش كل جواز يا مرتضى. عقبال ليلى يا رب. يا رب يا أم يا رب. على فكرة يا ماما هي راحت فين؟ مش عارفة يا حبيبتي، قالت لي أنا رايحة عند سهام، مش عارفة إيه اللي أخرها. طيب أنا هتصل بسهام وأسأل عليها. لا بقول لك إيه؟ أيوة ناوليني حباية الضغط الأول. سلامتك يا ماما، ألف سلامة. مش عارفة الضغط عي عليا فجأة كده ليه. مين يا تهاني؟ دي ليلى يا ماما. الحمد لله. اتأخرتي كده ليه؟ أنا كنت هتصل بيكي عند سهام. واتصلتي؟ بقولك كنت هتصل بيكي، وأنت جيتي قبل ما أتصل. مالك؟ اتخضيتي كده ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. امال مالك؟ ابدا ليه، هو باين عليا حاجه؟ شكلك متضايق. لا بس يمكن تعبانه شويه. طيب عندي خبر حلو، قولي لي مبروك. مبروك على ايه؟ نجحت وجبت تقدير جيد جدا. مبروك. يا ساتر مالك بتقوليها كده من غير نفس. الشهادة والدراسة يا تهني يا أختي مش هما كل حاجة. أمال إيه هو بقى اللي نقدر نعتبره كل حاجة يا فيلسوفة؟ الناس الفقراء بس هما اللي بيفكروا في الشهادة والدراسة علشان يبقى في إيديهم سلاح، إنما الناس اللي معاهم فلوس زينا ما أعتقدش إن الشهادة هتغير كتير من حياتهم. مين بقى اللي قالك الأفكار الخايبة دي؟ دي مش أفكار خايبة يا تهني يا أختي، دي الحقيقة. إحنا في زمن كل حاجة فيه الفلوس، اللي معاه قرش بيسامي واللي ما معهوش ما بيساويش. بس في ناس معاها فلوس كتير لكن ما بتساويش. يعني ايه؟ يعني يا ليلى الفلوس مجرد وسيله مش غايه، لكن الثقافه والعلم والشهاده هما دول اللي بيعملوا قيمه للانسان، بيعملوا مركز ادبي واجتماعي. وجهات نظر برضو. فعلا وفي وجهات نظر صح ووجهات نظر غلط. صح واكبر صح،
انت فعلا لازم تدخلي وتقولي له مبروك بنفسك. انا بفكر ابعت بوكي ورد او هديه لطيفه للانسه تهاني. ودي برضه صح، بس دي حاجه كل الموظفين في الشركه بيعملوها زي كل سنه. او ماله، يستحسن برضه. طيب يلا ما تضيعيش وقت، ادخلي قولي له مبروك لحسن كل الموظفين في الشركه دخلوا وقالوا له. الا انت برضه واجب. يلا بقى يلا ادخلي بسرعه. عند اذنك يا باشمهندس. اتفضلي. يا سلام، امتى بقى انا اقول لكم الف مبروك؟ الله يبارك فيك يا انسه حنان. اتفضلي. لا انا لا لا لا، المره دي لازم تقعدي وتاخدي حلاوه نجاح تهاني. اتفضلي. ميرسي. عقبال ان شاء الله ما تقدمي لنا شوكولاته جوازك. وحضرتك ايه؟ حضرتك مالك؟ يعني حضرتك مش ناوي تتجوز؟ ان شاء الله ناوي اكيد في يوم من الايام، بس ايه يا محسن بيه؟ يعني لما الاقي بنت الحلال. وحضرتك مش لاقيها؟ والله لو عندك عروسه مناسبه ليا انا ما عنديش مانع. عن اذنك. الله، ايه اللي حصل؟ ايه؟ ايه اللي حصل؟ حصلش حاجه. في ايه بس؟ ده انت خارجه من هنا في منتهى السعاده، رجعتي بتعيطي ليه؟ ليه يا بنت الحلال؟ هقول لك ايه بس يا باشمهندس؟ بيتك انا مش فاهمه. مهندسه حنان مالها؟ انا اللي عاوز اسالك، دي من ساعه ما خرجت من عندك وهي هاتي عياط. بتعيط؟ ايوه يا باشمهندس. ايه بس ما قلتلهاش حاجه تزعلها؟ انا عاوز اعرف انت قلت لها ايه بالظبط، واحكم اذا كان ده يزعلها او ما يزعلهاش. واضح انك لخبطت معاها في الكلام. لخبطت ايه؟ وانا قلت حاجه خالص؟ طيب انت احكي لي وانا احكم. معقوله كل ده ومش فاهم؟ طب هو هيفهم ازاي؟ اكيد عينيا بتقول كل اللي جوايا. مش يمكن مستني لما انت تبتدي. انا مش ممكن هبدأ، كان لازم هو اللي. ولا يمكن ما بيحبنيش، جايز. بس ساعات عينيه بتقول غير كده. يمكن انت اللي فهمتي غلط ويمكن اكون فهمت صح. طب ليه ما تكلمش؟ اكيد مستني اللحظة المناسبة. بس ما كانش في انسب من لحظاتي. لا لا خلاص بقى، احسن حاجه ننساها. الناس اللي زي دول دايما بيبصوا اللي في مستواهم، لكن انت متعلمه ومعاكي نفس الشهاده اللي معايا. بس هو غني وانا ما عنديش غير شهادتي ووظيفتي. مفيش حل غير اني انساها. يا راجل بدا اسمه كلام. وايه الغلط في اللي انا قلته؟ اسمح لي يا صاحبي، الكلام اللي انت قلته كله غلط في غلط. في واحد يقول للواحده بتحبه، شوفي لي عروسه. بتحبني؟ من زمان وانت ولا انت هنا. هي بس انت عرفت ازاي؟ كل ده مش مهم، المهم دلوقتي تصلح الموقف هذا مع البنيه اللي انت صدمتها. ابعتي لي المهندسه حنان. استاذن انا. ايه؟ خرجت راحت فين؟ الموقع؟ لا لا خلاص. هو في حاجة في الموقع النهاردة؟ شيء طبيعي، شيء طبيعي انها تهرب من الموقف هذا في اسرع ما يمكن. طب والعمل دلوقتي؟ نستنى لبكرة، ولا انت في عندك حل تاني؟ الله يبارك فيك يا حبيب خير. اتفضل. ايه ده؟ دي هديتي ليك. دي اعز واغلى هديه وصلتني في حياتي. تعالى. ايه ده؟ انت نسيت الكوفيه؟ اه دلوقتي هتاخد بالك. نسيتها في العربيه، يعني خايفه عليا قوي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مختار. ازيك يا مختار؟ اتفضل. هديتك يا دهاني. ميرسي قبل ما اديها. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. تعبتوا نفسكم؟ لا لا، واحنا فيك اليوم احنا عايزين نتعب لك على طول. انجح انت بس وتعبينا ولا يهمك. فين هديتك يا مختار؟ ما كفايه كده مليحه.
كفايه كده، ده هو محضر حته مفاجاه بس ما رضيش يوريها لي. لا لا هقدم هديتي اخر واحد ان شاء الله. خلاص ماشي، اتفضلي يا حبيبتي، الف مبروك. الله تجنن يا محسن، ميرسي جدا. وان شاء الله لما تاخدي الليسانس هجيب لك عربيه. هو انا كمان عاوزه عربيه؟ حاضر يا ستي، خد انت بس ثانويه عامه وادخلي الجامعه، واول ما تتخرجي ليكي عندي عربيه. ما حصلتش. وليه مش دلوقتي؟ الله، مش لما يكون في مناسبه؟ يا حبيبتي شدي حيلك انت الاول، وبعدين يجيب لك اللي انت عايزاه. فين هديتك بقى يا ابي مختار؟ تقصدين المفاجاه؟ انا بقى بخاف من مفاجاتك دي يا مختار. ثانيه واحده. اتفضل يا ستي. مسطرة؟ مسطرة؟ مسطرة يا مختار مسطرة؟ وفيها ايه بس يا مديحة؟ الله يا راجل، ده انت عرفتني، خليت رقبتي قد السمسمة. طب قول لي انك انت ما معكش فلوس، وانا كنت اديتك عشان تجيب هدية عليها القيمة. بقول لك ايه؟ انا اول واخر مرة هزعق في البيت ده، فهماني ولا مش فهماني؟ الهدية اللي اجيبها لازم اشتريها من حر مالي مش من مال مراتي. يا حلاوة، واشتريتها من حر مالك يا اخويا؟ واشتريت ايه؟ مسطرة. طب وفيها ايه المسطرة يعني؟ دي هتنفع كل الاحوال، هتنفعها في اثناء دراسة وبعد التخرج ايضا. يا سلام، طب بعد التخرج في ايه بقى؟ اقول لحضرتك، لو اشتغلت محامية هيحتاج مسطرة، لو اشتغلت وكيلة نيابة هتحتاج مسطرة، لو اشتغلت مدرسة هتحتاج مسطرة، لو اشتغلت مهندسة هتحتاج مسطرة، لو اشتغلت قاضي برضه هتحتاج مسطرة. يا اختي، وقاضي هتحتاج مسطرة في ايه بقى؟ تدق بيها على المنصة تفلقها في الصين. حلوة يا مخ، حلوة. خش يا مقصوف الرقبة اوضتك نام. يا جماعة انتوا عاملينها مشكلة ليه بس؟ انا عارف، ما تقول لها يا عمي حاجة. ما هو اللي بيجيب بيجيب امتى مش كده يا ماما؟ حلوة دي. تكسفوني. الشاي ممدوح. شكرا ماما، متشكر قوي. ها عملت ايه في العقد؟ ما انا بدور في الجنان اهو، وبعدين بقى في واحد وعدني بعقد عمل كويس، او كل ليلة خلصت امتحانات نروح نطلبها من اخوها، نتجوز ونسافر على طول. دي عيلة صغيرة قوي يا ابني. عيلة بس تحتكم على ثروة كبيرة. وبعدين انا كمان عيل مش كبير، يعني الفرق بيننا قليل. صح الكلام؟ يا ام ممدوح، يا ام ممدوح مالك؟ سرحت في ايه؟ بتفكرني بالمرحوم ابوك لما سابنا وجرى ورا واحدة غنية ضيع القرشين اللي عنده، ولما خلصوا وعطوته ظهرها رعت له بالسماح. يا ام ممدوح انا مش هديها، انا هاخد منها. الهدف واحد، كله نصب واحتيال. نصب؟ نصب ايه؟ انا هتجوزها، يعني انا احق بثروتها. بتفكرني بالمرحوم الله يرحمه ابوك. يا خساره، ما قدرتش اعلمك حاجه. يا ام ممدوح، يا ام ممدوح، من شبه اباه فما ظلم. متشكر جدا يا جماعه. الاوراق اللي انا طلبتها عايزها تكون جاهزه الاسبوع الجاي ان شاء الله. ماشي. يا محسن يا صاحبي، احنا كده بنشتغل باقل سعر في السوق، التكلفه اللي انت عاملها دي هتصفي سعر قليل. وماله يا مرتضى؟ عشان كده انا باخد عمليات اكبر من اي شركه مقاولات في السوق. ايوه، بس على الاقل بطلع المكسب المعقول. هو ده المكسب المعقول، ولا عايزني ابقى جشع واكسب 10 بدل مكسب جنيه واحد؟ انت عارف ان النسب اللي بيشتغلوا بيها مهندسين التنفيذ عندنا في الشركه، واللي انت مصر على تنفيذها محدش بيحطها غيرنا، سواء في حديد التسليح او المونه. انا عشان كده كمان بسلم وانا بالي مرتاح، مش هسلم النهارده وتقع على دماغي اللي فيها بكره. طول عمرك صاحب مبدا يا محسن، ونفسي مبدا الحاج الله يرحمه. والدي الله يرحمه كان دايما يقول لي ان الفلوس مش كل حاجه. عداك العيب يا صاحبي. شوف لي بقى اخبار عمارات العرايس ايه. مش لما تيجي العروسه؟ قصدي لما تيجي المهندسه حنان. ايه؟ هي لسه ما جاتش؟ لا ما جاتش. وبعدين الرسومات كلها موجودة في مكتبها. ده اسمه تهريج، ده مش شغل أبدا. إيه ده؟ امبارح مشيت من غير إذن والنهارده ما جاتش. بلاش بقى نشتغل. مش يمكن تكون تعبانة؟ تعبان ملوش شغل عندي.
ايوه ايه اجازه مرضي هي اللي كلمت بنفسها. طيب طيب اتفضل يا سيدي. مش جاي النهارده وطالبه اجازه مرضي لمده اسبوع. انا مش قلت لك مش يمكن تكون تعبانه؟ وبعدين دي من يوم ما اشتغلت عندنا ما خدتش اجازه يوم واحد. ايه اللي خليها تاخد اسبوع زمان اجازه؟ يبقى اكيد الشديد القوي. ايوه بس الرسومات اللي في درج مكتبها بسيطه. اذا كان على الرسومات نبعت خلف السواق يجيب المفاتيح منها ويبقى كده حلينا المشكله ولا ايه؟ ماما يلا بقى حبيبتي قومي. ماما يلا علشان تاخدي الدواء قبل ما تنام. يلا يا ماما. ماما قومي خدي الدواء. ماما 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 بركيلي بركيلي يا ام ممدوح. ايه لقيت شغله؟ بمليون جنيه. خير؟ ام ليلى انتقلت الى رحمه الله. اعوذ بالله يا ابني ابارك لك على واحده ماتت؟ طبعا. ان معنى كده ان ليلى ورثها هيزيد وان ابنك ماشي في الطريق المظبوط. فوضت امري فيك لله. بكره لما بقى رجل اعمال قد الدنيا هتفتخر بيا. من فلوس ليلى؟ وماله؟ مش هبقى جوزها؟ هو انا هسرقها؟ اما دي غريبه. ايوه ايوه يا باشمهندس. انت عجبتك القعده في البيت ولا ايه؟ ماليش نفس اخرج يا مرتضى. الله. وهي لو كانت عايشه الله يرحمها كان يعجبها انك تسيب الشركه وتقعد في البيت؟ البركه فيك. لا يا عم انا رئيس قسم انما مدير عام دي صعبه علي حبتين. لما اقدر اعيش حياتي بشكل طبيعي هبنزل الشركه. ما انت لازم تعيش حياتك يا محسن. يا صاحبي كل شيء بيتولد صغير ويكبر الا الحزن بيتولد كبير ويظهر وتلاشى مع مرور الوقت. فراق صعب. وانت تعودت على الصعب. انا اتحملت كتير ولسه هتتحمل. اما مرضها الله يرحمها انت حاسس انها شايله الحمل معايا. دلوقتي بقيت شايل الحمل كله لوحدي. هو انت قد المسؤوليه يا محسن. ايوه بس انا نصيبي من الحياه فين؟ موجود. بعد العمر ما يضيع. العمر ما تحسبش بالايام يا صاحبي. العمر هو اللحظات الحلوه اللي الواحد منا بيعيشها. مش فاكر لحظه حلوه عشتها في حياتي. ابويا الله يرحمه توفى يوم ظهور نتيجه الثانويه العامه. فرحتي ساعتها بالشهاده والمجموع ذهبت في دموع الفراق. يوميها كان لازم انزل المكتب مكان ابويا عشان امي واخواتي يقدروا يعيشوا وما يحسوش بالفرق بعد ابويا ما مات. وكان لازم في نفس الوقت ادخل كليه الهندسه. كانت حلم حياتي وحلم ابويا الله يرحمه. كان نفسه اعيش لغايه ما يشوفني بحققه. شلت المسؤوليه بدري قسمت يومي يومين عشان اقدر اجمع بين شغلي وبين الكليه. عمري ما حسيت اني طالب وليا زملاء وذكريات دراسه. كنت عايش دايما جوا احزاني. سبت عمري يضيع مني عشان غيري يعيش. يا ده الكلام خدنا. نسيت اقول لك انه في ناس مستنينك بره. ناس مين؟ المهندسه حنان والست والدتها. حنان احنا اسفين للتاخير ما كناش نعرف. البقيه في حياتك. حياتك البقيه. متشكر قوي ماما. يا باشمهندس البقيه في حياتك يا ابني. متشكر قوي يا فندم. ما حدش يجيلك في حاجه وحشه. احنا كنا مسافرين البلد وجينا امبارح ما عرفناش غير الصبح. قالوا لنا الباشمهندس مرتضى هو اللي بلغنا. ما نجيلكوش في حاجه وحشه.
مديحة أختي الكبيرة. طبعا اتعرفتوا، تهاني كلية الحقوق وليلى أختي الصغيرة ثانوية عامة. ربنا يوفقك يا بنتي انت واللي زيك. ميرسي. أظن يا تهاني فاضل لك سنة وتخلصي كلية الحقوق. إن شاء الله. لا تهاني ماشية كويس الحمد لله. وليلى زيها إن شاء الله. إن شاء الله. ليلى دي بقى كانت الدلوعة بتاعت الحاج، كانت بتيجي دايما المكتب اللي هو مكتب محسن بيه دلوقتي. طبعا مش آخر العنقود. عن إذنكم. هي مالها؟ هي كده أول ما حد يجيب سيرة بابا الله يرحمه تعيط وما تقدرش تمسك نفسها. الله يكون في عونكم يا بنتي. أنا ما كانش قصدي. لا أبدا حصل خير. أصل ليلى كانت عند بابا حاجة تانية خالص. الله يرحمه وصى عليها محسن قبل ما يموت كأنه مش سايب حد غيرها. محسن بالنسبة لنا دلوقتي هو كل حاجة. ربنا يخلي ليكم. عن اسمك. شكرا يا باشمهندس. العفو يا باشمهندس. يا ترى هتيجي بكره المكتب؟ ان شاء الله. بقول لك ايه يا ابو الافكار، انا عايز عقد عمل بره. وانا كمان عايز نشوف لنا عقدين. يا بني ادم افهم، انا عايز عقد عمل ثابت مضروب يعني زيك. عندي. عندك عقد؟ لا عندي اللي بيضرب اي مستندات رسميه او غير رسميه بس حرق شويه. وانا تحت امرك يا استاذ ممدوح. ايوه شعبان. تليفون عشانك. ماشي يا شعب. الو مين؟ ليلى. الباقيه في حياتك يا ليلى، الباقيه في حياتك. معلش يا ليلى انا اسف اسف غيابي عنك الفتره اللي فاتت. يظهر اني تعودت انك تختفي فجاه وتظهر فجاه. تقدر تقول لي بقى حضرتك كنت بتعمل ايه؟ كنت بحاول اجيب عقد عمل كويس. طبعا دي الله ده اسهل حاجه انك تلاقي عقد عمل. لا لا مش هسافر لو انت معايا. امال ايه؟ وانا كلمتهم ان السفر يكون خلال شهرين. نكون جهزنا كل امورنا، نتجوز ونسافر على طول. طبعا طبعا هكلم اخوك محسن بعد النتيجه بتاعتك ما تظهر على طول. مساء الخير. مساء ما ليلى فين؟ في اوضتها من ساعه ما عرفت النتيجه وهي مش عايزه تتكلم مع حد. هي خدت ليلى مالها؟ ما ملهاش يا حبيبي، هي سقطت في المدرسه بطل لماضي. يعني هي بريده؟ ايه يعني ما تهددش الدنيا؟ اي طالب في الدنيا معرض انه يسقط. السنه دي كانت الظروف صعبه وما حصلش نصيب. السنه الجايه ان شاء الله تشدي حيلك واحكي لها. مفيش سنه جايه. في بس يا حبيبتي مش عاوزه اكمل. طب ومستقبلك؟ يعني هو المستقبل ما ينفعش الا في الدراسه؟ امال هينفع في ايه؟ في الجواز؟ اديكي قلتيها. الله يجازي شيطانك، ده انت لسه ما طلعتيش من البيضه. انا هكمل 18 سنه وتلاقي في عريس وعايز يتقدم. ايوه وتلاقيكم متفقين على الجواز. معاه بكالوريوس تجاره وهيسافر يشتغل بره. وده شافك امتى؟ من 3 اشهر تقريبا. وشافك فين وعرفك ازاي؟ في النادي. في النادي؟ ده تلاقيه هو كمان اللي خيبك وخلاك سقطت السنه دي. خلاص يا حبيبتي خلاص، مش قصدي، انا بس مش عايزاكي تخيبي خيبتي وتسيبي دراستك. دي الشهاده في ايد البنت سلاح. الفلوس هي السلاح يا عبله. يا ليلى يا حبيبتي الفلوس بيجي عليها يوم وتخلص. ماما ممدوح يا عبله هيسافر علشان يجيب فلوس ولما يرجع هنعمل مشروع. شوفي يا اختي البيت ده انت طلعتي ميه من تحت تبني وانا اللي كنت فاكراكي غلبانه. انا عايزاكي تساعديني يا عبله. اختي اساعدك اعمل لك ايه؟ اروح اخطبهولك من اهله؟ ايوه بقى يا عبله. ايوه بقى يا عبله. عايزاني اساعدك اعمل لك ايه يا بت؟ تكلمي ابي محسن طبعا. هكلمه اقول له ايه يعني بقى؟ اختك عايزه تسيب دراستها وتروح تتجوز؟ ايوه ايوه. وانت فاكره ان هو هيوافق ويقول لك مبروك يا لولا؟
ما هو تعليم مش هكمل، وممدوح ده هو زوج المناسب ليا. عينة منك يا ما تحت السهي دواهي. اتكلمي مش كده؟ لا هتكلمي هتكلمي هكلمه امر لله. كلامي اللي بتقوليه ده مديحة؟ ده مش كلامي يا اخويا، ده كلام اختك. اتجننت اكيد اتجننت. يعني ايه تسيب الدراسة؟ يعني ايه؟ كنت فاكر انها بتقول اي كلام. ما هي مادام ملهاش رغبة في التعليم يبقى مش هتنفع. ادي اخر دلع البنات. معلش هدي اعصابك كده وفكر في الحكاية دي بهدوء. من غير تفكير يا مديحة، مش موافق. كلام الفارغ ده لا يمكن يحصل. انا مش هكمل ومش عايز الثانوية العامة ومش عايز دراسة خالص. ازاي بس تيجي الحكاية دي؟ وبعدين انا رأيي انك انت تصرفي نظر على حكاية الجوازة دي خالص. ابي مختار من فضلك انت مالكش دعوة بيا خالص، وإلا هسيب لكم البيت وامشي. مختار خد ابنك وخش اوضتك السعادة يا مختار. طب وانا مالي؟ ما انا قاعد ساكت. هو اللي بيتكلم. ها يعني هنسمع ام كلثوم ولا حاجة؟ وبعدين انا كل اللي يهمني مصلحتها، هي مش عارفة مصلحتها فين. وبعدين انا شايف بقى كمان للموقف. انا هريحكم مني خالص. مختار ما تخلي ليلتك تعدي على خير يا مختار. خلاص خلاص خلاص، انتوا اتصرفوا مع بعض، انتوا احرار. انا كل اللي يهمني مصلحتها وبس. كده جبت لك كلام؟ يبقى يا اولاد بلاش غلبه بلاش غلبه، تعالى انا فاهمك الدرس. هم هيتصرفوا دلوقتي مع بعض، احنا هنقعد نشبع. اهدي يا حبيبتي، اعمل لك كوبايه ليموناده. لا مش عاوزه حاجه. طب اهدي يا ليلى، بلاش العصبيه دي. ده انا غصبت على اخوكي عشان اجيبك هنا عشان اعصابك تهدى. تعالى اقعد. ايوه مديحة، البنت دي لازم ترجع البيت الليلة. الله، جرى ايه يا محسن؟ ما تستهدى بالله مال، هي في بيت حد غريب؟ هو انا مش اختكم الكبيرة؟ يا مديحة البنت دي لازم تتربى من اول وجديد، دي نشأت بشكل غلط. كده نبقى بنديها فرصة انها تنفذ اللي هي عايزاه. طيب طيب يا محسن، هنتكلم بعدين. بكرة الصبح يا مديحة تكون عندي. ما بلاش العصبية دي بقى. ليلى حبيبتي راحة فين؟ هعمل شاي. طب اعملي لي معاكي كوباية شاي. حاضر. ايوه يا محسن، معقول اللي بتعمله ده؟ المسائل ما تتحلش بالطريقة دي يا محسن. تعالالي واحنا نتكلم. اجيلك انا؟ خلاص مش هتحرك من البيت، انا مستنياك. تعالى في اي وقت. طيب يا اخوي، مع الف سلامة. انت بتقول ايه؟ بقول ان واضح ان في انعواج في السلوك الاجتماعي ادى الى خلل في قمة الهرم الاجتماعي، وبالتالي ادى الى انهيار في كبري الاخلاق، فاستغله المنافقون والنصابون لحفر ابار وانفاق وكباري علوية للنصب والاحتيال تحت ارض الواقع. انا مش فاهم ولا حاجه. ولا انا، بس اوعدك اول ما افهم هفهمك. الله يجازيك اللي في بالي. واضح ان في حاجه مضايقه حضرتك. حاجه واحده بس، الانسان لما بيحكي اللي جواه لحد بيستريح له، هو نفسه بيستريح. انا مش فاهم بقالهم ساعه جوه بيتكلموا في ايه. يكونش الباشمهندس ربنا فك عقدة لسانه. يا رب يا رب يفك عقدتك يا محسن يا صاحبي. كنت دايما بحس ان جواك احزان كتيرة. وديك عرفتي احزاني. بقول يا باشمهندس، ما تيجي نسميها اي اسم تاني. يا ايدي الاحزان هنسميها ايه يعني؟ مشاكل مثلا. يعني كل واحد. بالعكس، الفرق كبير قوي. الأحزان بيعيش جواها الإنسان، بتعمل حواليه غلاف قاتل بتخليه مش قادر يشوف سكته. إنما المشاكل الإنسان بيواجهها بيحاول يحلها، وزي المثل ما بيقول كل مشكلة ولها حل. الله الله الله، ده أنت مش بس مهندسة شاطرة، ده أنت فيلسوفة كمان. مش للدرجة دي يا باشمهندس، أنا بس الدنيا علمتني كتير. حكايتي زي حكايتك بالظبط، مع الفارق البسيط.
انا والدي توفى وانا عندي 9 سنين. خالي خدني ورباني وقعدت معاه انا وماما لغايه ما توفى. كان عندي وقتها 17 سنة. لقيت نفسي في لحظة مسؤولة عن نفسي وعن ماما. اشتغلت لغاية ما كملت تعليمي وخرجت. أنا آسف إذا كنت جددت عليك الماضي. بالعكس، الماضي أنا بعتز بيه لأنه بيفكرني بالإصرار والكفاح. أنت فعلا نموذج نادر للبشر. لا يا باشمهندس، الدنيا فيها كتير. أيوة بس أنا عمري ما صرفت إنسانة فيها كل المواصفات دي. بعد إذنك، أصلاً عندي شغل كتير. تهاني تهاني، مساء الخير يا محسن. مساء الخير يا حبيبتي. مديحة ما اتصلتش؟ اتصلت وسألت عليك. ما وصلتش الحل مع معصوفة الرقبة دي؟ كل شيء وله حل، بس انت ما تعكرش دمك، احنا ما نقدرش نستغنى عنك. هعمل ايه بس يا تهاني؟ ما انت شايفة بنفسك. معلش، ادعي لها، ادعي لها ربنا يهديها. اتجننت. ما انا يا حبيبتي ما اقدرش اقوله على حكاية الجواز دي كمان. المهم بس هو يوافق على انك تسيب الدراسة، وبعدين الخطوة التانية افكر بقى هقولها له ازاي. انت لسه هتفكري؟ ما هو ايه، سلق بيت؟ انت يعني مستهونة بالمفاجآت اللي عمالة تحدفيها على دماغ اخوك اليومين دول؟ التعامل مع ليلى يا محسن محتاج للدبلوماسية. دبلوماسية ايه بعد كل ده؟ انت عايز الناس تقول ايه؟ تقول ان انا ما قدرتش اصرف عليها وحرمتها من التعليم وبوظت مستقبلها؟ ده انا ضيعت عمري كله عشانهم. هم ما طلبوش منك انك تضيع عمرك عشانهم. يعني ايه؟ يعني كان مفروض اعيش حياتي زي اي واحد واروح اكون بيت واسره واسيبهم هم يضيعوا. كان ممكن تعيش حياتك زي ما انت بتقول، والبنات ما كانش هيضيعوا برضه. يعني انا غلطان يا مرتضى؟ انا عملت بوصية ابويا وقعدت مكانه، تحملت المسؤولية من بعده، قلت اعيش عمري كله عشان امهم بس. الله، انت هتقلبها دراما ولا ايه؟ ما خلاص، ما دام ملهاش مزاج انها تتعلم، ايه بقى مش هتنجح حتى لو عارف الثانويه العامه 10 سنين. الحمد لله، وافق على الخطوه الاولى، لسه بقى الخطوه الثانيه. وامتى بقى الخطوه الثانيه دي؟ لا يا حبيبتي طولي بالك، لازم اشوف سممدوح بتاعك ده الاول. الو، ايوه لو سمحت ممكن اكلم ممدوح عبد الفتاح؟ استاذ ممدوح، تليفون عشانك يا استاذ ممدوح. ايوه يا ممدوح، عندي اخبار هايله علشانك. خلاص هحدد لك ميعاد مع ابي مختار. مين ابي مختار ده؟ ايوه ايوه جوز اختي. طب مالك زعلانه كده ليه؟ معلش يا ست نسيت. اصلك مش عارف يا ممدوح الظروف اللي بمر بيها اليومين دول بسببك. انا لولا انت يا ممدوح ما كنتش اسيب تعليمي ولا غامر بمستقبلي ابدا. ومش هتندمي، لان مستقبلك معايا دايما هيكون افضل. خلاص اتفقنا، اقابل ابي مختار. مع السلامه. سألت عليه؟ يا ده أنا تعبت بتعب ومشيت مشي. والنتيجة؟ بعض الجيران يعرفوا عنه بعض الأشياء، والبعض الآخر لا يعرف عنه بعض الأشياء، لكن الكل أجمع إنه يعني كويس ومش كويس، يعني كانوا كده واخدين موقف على الحياد. الشهادة بتاعت الجيران دول بقى في الحالة دي تستبعد خالص، ملاش دعوة بيها. إزاي بقى؟ أقول لحضرتك، لأن أغلبية الناس في مثل هذه الحالات
بتجامل يعني لا تقول حلو ولا وحش علشان يبقوا ما يكونوش عطلوا كلمة خير تطلع في حق واحد او كلمة شر تطلع في حق واحد فيطلعوا هم غلطانين وهم فاهمين كده ان هم بيخدموا وهم طبعا لا بيخدموا ولا حاجة. لكن في اثناء مشي لقيت واحد بتاع قلبي بوتاجاز قلت له خد يا عم انت تعرف فين الفلاني؟ فقال لي لا معرفوش. فرحت على طول على اول بواب شفته قلت له تعرف فلان الفلاني؟ قال لي لا معرفوش. وكذلك البقال وقالوا ايه؟ قالوا انه كان في الكلية لكن الله اعلم اذا كان خد الشهادة العليا او ما خدهاش. لكن بقى الحقيقة الكل اجمع انه لا شغلة ولا مشغلة. يا مصيبتي انت متأكد يا مختار؟ امال دي اخبار ولا السئن ان؟ يعني ايه عاوزه تتجوزيه وهو لسه ما بيشتغلش؟ ما هيسافر بره يا بنتي وراني العقل. خلاص يسافر ولما يرجع وهو مكون نفسه يبقى يتجوز. هياخدني معاه ما يقدرش يستغنى عني ولا يهمني يفارقني. يا ليلى حاجه زي دي المفروض تتاخد بالعقل نركن العواطف شويه. ها قولي بقى انك غيرانه مني اني هتجوز قبل منك. انا لو عاوزه اتجوز كنت اتجوزت من سنين لكن انا محدده طريقي وعارفه هدفي. وبعدين ما اعتقدش بقى ان محسن هيوافق. انا اسفه ما انا عاوزاك تصفي علشان لما ابي محسن يلاقي العيله كلها موافقه وهو بس اللي رافض هيخضع لراي الاغلبيه ويوافق. ما تعتمديش على كده. انت قلتي لي هو في كليه ايه؟ بكالوريوس تجاره دفعه 90. انا هوافق بس علشان ما تقوليش اني غيرانه منك لكن انا مش مقتنعه. ومع ذلك هسأل عليه. هتسألي مين بس؟ بقولك دفعته اتخرجي. ملكيش دعوه انا ليا طريقتي. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. انتوا ما بتتكلموش ليه؟ هو الكلام خلص ولا ايه؟ هنتكلم نقول ايه بس يا حبيبي؟ ما احنا اتكلمنا كتير. يعني انت ما عندكش كلام تاني خالص؟ تامر تقريبا يعني. قوم نام. ماليش دعوه انا عاوز اتفرج على العريس. يعني هتتفرج على الالندل وما هو قاعد قدامك اهو. مختار الله اهلا وسهلا يا استاذ ممدوح. اهلا وسهلا. معلش اصل تامر غلباوي هو وابوه تلاقيهم صدقوك. بالعكس يا فندم دول لزاز جدا. لزاز ايه؟ هو احنا شوكولاته؟ بس اهلا يا استاذ ممدوح. خلاص ما دام حضرتك متمسك بيها قوي كده وهي متمسكه بيك سيب اخويا محسن اتفاهم معاه انا بطريقتي. ربنا يخليك لينا يا مديحه هاني. ويخليكوا لبعض. ها ايه رايك في العريس يا مختار؟ لا مش داخل دماغي ابدا الولد ده لانه باين عليه دحلاب وانتهازي. بالعكس يا مختار ده باين عليه جدع طيب وابن حلال. عشان قال لك يا مديحه هانم. نعم ما انا هانم يا اخويا من قبل ما اشوفك. ما انا مش معترض ده انت هانم وست الهوانم كمان. ايوه كده تعدل وفوق لروحك يا مختار. ايوه بس انا الولد ده مش داخل دماغي. وانت اللي هتتجوزه يا اخويا هو عاجبها وهي عاجباه. بس المهم ان اخوكي محسن يوافق عليه. سيب محسن على الله وعليا. شفت اخوك محسن بقى لما جيت اخطبك قال لك ايه عليا؟ قال لك ده راجل من ظهر راجل وحامي خلاطه. يا سلام. عايزه تقول ايه يا تهاني؟ بصراحه يا محسن انت مش ناوي تتجوز؟ ايه اللي فكرك بالموضوع ده دلوقتي؟ ده موضوع انا مش ناسياه وبصراحه كده قدامي عروسه المفروض ما تطرش من ايدك. انت كمان؟ ايه انا كمان دي؟ هو في حد تاني جاب لك عروسه؟ ايه يا ستي مهندس مرتضى بقاله فتره بيزن على دماغي. طبعا يا عم صاحبك بقى قلبه عليك ومهتم بيك بس انت فعلا بقى لازم تتجوز دلوقتي. وليه دلوقتي بالذات؟ يعني يا محسن عاوزين نفرح بيك وبعدين بقى بصراحه العمر بيجري. انا عشان كده بقول ان خلاص القطر عدى. ما تقولش كده عمرك طويل ان شاء الله وبعدين انت الف بنت تتمناك. الاول اجوزك واطمن عليكي. اولا انا لسه قدامي سنه في الكليه وبعد كده هعمل دراسات عليا كمان. وماله حبيبتي معاك لاخر المشوار. بس برضو بقى انا مش هستريح الا اذا انت اتجوزت.
الله الله، انت ظاهر حاطه عينك على عروسه. بالظبط، وربنا يجعلها من نصيبك. تطلع مين دي بقى؟ المهندسه حنان اللي جت يوم وفاه ماما. بصراحه بقى انا اول ما شفتها قلت هي دي. الأحزان بيعيش جواها الإنسان، بتعمل حواليه غلاف قاتل بتخليه مش قادر يشوف سكته. إنما المشاكل الإنسان بيواجهها بيحاول يحلها، وزي المثل ما بيقول كل مشكلة ولها حل. هيا أم أحسن، خلاص شربت قهوتك؟ ألف هنا وشفا. يعني انت جايباني على ملا وشي ومسايباني الشغل عشان اقعد اشرب القهوه لوحدي؟ يوه، ما انا جاي اقعد معاك اهو. امال ليلى فين؟ خرجت مع مختار هي وتامر عشان يتفسحوا. ايه بقى الموضوع اللي كنت عايزاني عشانه؟ ليلى تاني؟ ليلى انا موريش غيرها. يوه، ما تخلينا اكمل كلامي. اتفضلي يا ستي. اصل ليلى جاي لها عريس. ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وانا قلت حاجه تخض؟ انا بقول لك جاي لها عريس على سنه الله ورسوله. عريس ايه يا مديحه؟ بنت زي دي اللي راحت ولا جت؟ عايزانا نشغل دماغها بكلام فاضي زي ده من دلوقتي؟ واذا كانت هي والواد متفقين؟ ده انا اقتلها واخلص منها. اهدى كده، خلينا نعرف نتكلم. انا ما عنديش كلام تاني. الله عال فهي بتسيب الدراسه عشانه. كل ده بيحصل من ورايا ومش داري. طب اقعد يا اخويا كده واسمعني. اهدى اقعد. اسمع ايه تاني بس؟ اسمع ايه تاني؟ مش عارف البنت دي عايزه تعمل فيا ايه اكتر من كده؟ دي عايزه تقضي عليا وانت كمان بتساعديها. طب ايه بس اللي في ايدي ولا في ايدنا نعمله؟ انا هحبسها في البيت. وهو ده الحل؟ الامور دي ما تجيش بالعنف يا محسن، الامور دي تتاخد بالهدوء يا اخويا. عندها حق يا محسن. يعني اسيبها تعمل زي هي عايزاه واقف اتفرج؟ اللي هي عاوزاه ده مش حرام، ده جواز، دي حاجه ربنا حللها. سنها بقى مرتضى؟ وانت هتخليها عندك ليه؟ ما دام مفيش تعليم هتكمله يبقى كده اصلح، جوزها واطمن عليها مع راجل يشيل مسؤوليتها وتفضى انت بقى لنفسك. اجوز الصغيره قبل الكبيره؟ طب ازاي؟ وفيها ايه بس؟ فيها ايه بس ازاي يا هاني؟ اولا انا لسه قدامي سنه في الكليه، لكن هي ما وراهاش حاجه وقعدتها في البيت هتزود مشاكلها، يمكن الجواز يخليها تقدر تتحمل المسؤوليه وتعقل. دي عمرها ما هتقدر تتحمل المسؤوليه ابدا. لكن لازم في يوم من الايام هتتجوز. انا خلاص خلاص مش عارف اتصرف ازاي مع البت دي. انت شفت العريس اللي تقدم لها؟ لا، بس اختك بتقول انه بكالوريوس تجاره. طيب ما تشوفه يا محسن، اقعد معاه اسمعني يمكن يطلع كويس. قول لأبلة مديحه تخليه يتصل بيك وتحدد له ميعاد. اتصل بيك؟ ايوه طبعا يا ممدوح، عشان تحدد معاه ميعاد وتيجي انت وماما تطلبوني منه. يعني انتوا اتفقتوا على كده؟ ايه يا ممدوح، انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ لا طبعا ما رجعتش ولا حاجه حبيبتي، انا يعني ثابت على موقفي، بس انا يعني مش مصدق انه طلب يقابلني. انت ما تعرفش يا ممدوح انا عملت ايه عشان يوافق على المبدا من اصله، كل ده عشانك انت. وانا هخليكي اسعد زوجه في العالم، وهثبت لك اني كنت استاهل حبك الكبير. تعالي يلا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ زي ما بقول لك كده، انا كنت النهارده في كليه التجاره وعرفت ان اترفض من سنه تانية. يعني لو كان مفهمك ان مع بكالوريوس تجاره يبقى كذب عليكي. الشهاده مش هي كل حاجه، في ناس كتير جدا ما معهمش شهادات ومع ذلك ناجحين في حياتهم الشخصيه. يا ليلى مش مهم الشهاده، المهم انه كذب عليكي. انا مش فاكره اذا كان قال لي انه خلص الكليه فعلا ولا طلع منها. بتدافعي حتى عن كذبه عليكي؟ يا ليلى بلاش تحكمي عواطفك. بقولك ايه يا تهاني، ممدوح جاي يخطبني بعد ساعة واحدة، وإذا أبي محسن عارف حاجة من الكلام اللي أنت قلتيه أنا هسيب البيت وأمشي.
ايه ده ماما؟ ايه ده؟ انت لسه ما لبستيش؟ بصراحه يا ابني انا ضميري مش مطوعني امشي في الموضوع ده. موضوع ايه؟ احنا رايحين نقتل، ده انت رايحه تخطبي لابنك حبيبك. يا ممدوح يا ابني البنت لسه صغيره، مفيش داعي انك تضيع مستقبلها. هو جوازي منها هيضيع مستقبلها؟ انت ليه بتكرهي سعادتي؟ ليه مش عايزه تشوفيني بكون بيت واستقر؟ مفيش ام في الدنيا تكره ان ابنها يتجوز ويفرح، لكن مش بطريقه بتاعتك دي. خلاص خلاص مش عايزك تيجي معايا، هروح لوحدي وهنتجوز وهنسافر، بس مش هتشوفي وشي بعد كده. طيب يا ابني هدخل البس. كويس قوي. طب ليه ما حاولتش تشتغل في اي شركه مادام مخلص دراستك من سنه؟ حضرتك عارف المرتبات هنا عامله ازاي. ايوه بس في غيرك كتير ابتدوا بالمرتبات دي وقدروا يحققوا نجاح عظيم. اصل انا طموحاتي كبيره قوي يا محسن بيه. اصل ممدوح ناوي يسافر يشتغل بره. بتحبيه يا ليلى؟ وهو طبعا بيحبني. مش يمكن يكون طمعان في فلوسك؟ ممدوح مش كده، ممدوح هيسافر بره ويجيب فلوس. وبعدين انت بتقولي عليه كده ليه؟ انت كنت تعرفيه؟ والله انا بقول يمكن. ممدوح مش كده خالص. يعني انت اخ ممدوح لا عندك لا مهر ولا شبكه، امال جاي تطلب ايد اختي على اي اساس؟ انا قلت لحضرتك ان احنا هنسافر على طول، ولما نرجع من السفر هنجيب كل اللي احنا عايزينه. جواز اشوكك يعني؟ لا انا ما اقصدش كده يا فندم. اصلي ممدوح. اسكت انت يا مديحه. حضرتك ممكن تاخد عليا القايمه اللي انت عايزها وانا. الحكايه مش حكايه قايمه يا اخ ممدوح. انا كل اللي يهمني اني اضمن ان اختي تبقى مستقره معاك في الغربه. ساكته ليه يا حاجه؟ بسمعك يا ابني. على العموم ادوني فرصة أسبوع أفكر وبعدين أرد عليكم. طب عن إذنكم يلا يا مع السلامة. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. حضرتك قاعدة سايباني أتكلم لوحدي وأنت ما قلتيش كلمة واحدة. أتكلم أقول إيه بس؟ إذا كان كل كلامك مش عاجبني. أنا طول عمري طول عمري كلامي وتصرفاتي مش عاجبه حضرتك. تفتكر ليه يا ممدوح؟ انت ليه مش عايزه تفهمي الكلام اللي بقوله؟ بقول الانسان ده انا ما ارتحتلوش، حاسس انه داخل على طمع. ممدوح مش طمعان في حاجه، انتوا بس اللي افكاروا كده. ولما هيبقى انت ايدك راسي خالص. اتفضلي قومي ادخلي على اوضتك. يا محسن يا اخويا ما تحكمش على الجدع من اول مره كده، وبعدين ده لسه قدامه المستقبل وان شاء الله ربنا يكرمه ويوفقه. فكر شويه يا محسن، بلاش تاخد قرار دلوقتي. بالعقل بالعقل يا صاحبي بالعقل. ما عادش في عقل خلاص. اي تهور هيضيع الدنيا ومش عارفين هتكون نهايته ايه. الواد بيحب البنت يا محسن. الواد طمعان في القرشين بتوعها. وليكن، انما البنت برضه بتحبه. دي مش فاهمه اي حاجه. حاولنا نفهمها ورفضت تفهم. عنها ما فهمت. في الاخر برضه اللي انا عايزه هو اللي هيمشي. واذا كان هي رفضت هكسر رقبتها. يبقى كده ما حليناش المشكله. عايز اعمل ايه يعني يا مرتضى؟ بالحوار الهادي بالعقل يا باشمهندس. واذا كان العقل ما جابش نتيجه يبقى احنا عملنا اللي علينا، وهي بقى حره. وبعدين في النهايه هو ايه؟ جواز على سنه الله ورسوله. شكرا يا مديحة. يعني يرضيك يا اخويا البناية تضيع مننا؟ ما هي كده برضه هتضيع. وليه تقدر البلاء قبل وقوعه؟ ما يمكن يطلع جدع ابن حلال وربنا يسعدهم. الجواز مسؤولية يا مديحة. بنت لسه صغيرة وتكوينها أساسا لا يصلح لتحمل المسؤولية. مش كده ولا يا مختار؟ أنا أصل مختار مالوش دعوة، اتكلم معايا أنت. أنا هدخل لكي أراجع الكراريس لعل الله يصلح من أمر هذه الفتاة. بعدين تجيب لأخوك هشام ما تجيبليش، مش عارف أنا.
وافق بقى يا محسن، وافق يا اخويا، بدل ما البنية تضيع مننا. انا عملت اللي عليا، نصحتك وحاولت معاك بكل وسيلة، لكن الظاهر مفيش فايدة. ده تكوينك واسلوب تفكيرك نتيجة دلع 18 سنة فاتوا. ظهر اني مش حاضر اصلح اخطاء سنين في يوم وليلة، عشان كده انا حسيبك تشوق الطريق اللي اخترتيه لنفسك. بس خليكي فاكرة كويس، الطريق ده اختيارك انتي، وخليكي فاكرة كمان اني حاولت معاكي اكتر من مرة ولازلت بحاول. انا شخصيا مش موافق على الجوازة دي. اذا كنت حوافق ده لاني ما قدرتش اقنعك. هسيبك يا ليلى، هسيبك تبدأ حياتك عشان تقتنع بنفسك. قهوتك يا محسن. متشكر. مهم تفتكر كل كلمة قلتها لك، لأن ده آخر كلام هيكون بيني وبينك. قبل ما ديحة قالت لحضرتك على الفلوس؟ فلوسك هتاخديها على داير المليل دلوقتي. يا ريت تقومي من قدامي. محسن انت كنت قاسي عليها. طب اشرب قهوتك قبل ما تكبر. مختار انت لسه ما لبستش يا مختار؟ هعمل ايه بس؟ الكرافطه معصلجه معايا. تعال. يا سيدي مش مهم الكرافطة، هو انت العريس؟ جرى يا ولد، عيب، انت بتشبهني بصعلوك زي ده؟ ايه؟ وبعدين معاك يا مختار. بصراحة بقى أنا رايح الجوازة دي على حباب عينيا. من إمتى؟ من إمتى البنات يمشوا الكلام على أهاليهم؟ من إمتى؟ مختار بلا مختار بلا منقار، سيبيني بقى أول مرة كلمة حق واقفة في صوري. مبروك، ألف مبروك. الله يبارك. مريحة. جرايه مريحة. خلاص بلاش يا اخويا. ليه بس يا ابني؟ كفر الله الشر، ده الفرح الحلو. معلش يا استاذ، كان عندنا حالة وفاة قريب. ربنا يا ابني يبدل أحزانكم أفراح إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أستاذنا، متشكرين قوي. اتفضلي يا عروسة. أهلا أهلا بعروستي. اتفضلي يا بنتي. مالك يا محسن؟ النهارده اصغر اخواتي البنات ماتت بالنسبه لي. كل شيء اسمه نصيب يا محسن. مش ده ابدا الانسان اللي كنت بتمناه لليلى ولا لاي واحده من اخواتي البنات. ده مكتوب ومحدش بيقرا من المكتوب حتى لو كنا شايفينه غلط. غلط جوانا احنا. اللي حصل حصل. بص لنفسك بقى، شوف انت عامل ازاي، صحتك تخرت وبقيت زي اللي عامل عنده 100 سنة. فعلا فعلا ليلى حسستني بالعجز. ادعي لها ان ربنا يوفقها. قلت ايه بقى يا ليلى؟ انت تكلمي اخوكي يديكي نصيب والدتك في الميراث، نحطه على ميراث ابوكي، وساعتها نقدر نعمل شغل ونشتغل ونفتح شركات. انما كده هنعيش ازاي؟ هو ده كان هدفك من الجواز يا ممدوح؟ يا ليلى العقل بيقول كده. شوف يا ممدوح، انا مش هعمل كده حتى لو سبتني. انت مش كنت موريني عقد عمل؟ بصوتي مش الراجل اللي عمل العقد طلع نصاب منه لله؟ العقد كان مضروب. طب خد الكوليه والغويشه دول وبيعهم ويلا نسافر، عشان شكلك يطلع مظبوط قدام اهلي، وانت اشتغل وانا هشتغل معاك، يمكن ننجح بره. تفتكر يا ليلى ان كده ممكن يعني؟ وساعتها نستغنى عن فكره الميراث خالص، وما تبانش قدام اهلي انك كنت داخل على طمع. مين عارف، يمكن فكره السفر دي تنجح فعلا. هاتي السيره. هاتي هاتي السيره. محسن
باشمهندس. اهلا يا حنان. حضرتك رحت العيد فين؟ يعني الدنيا دي غريبة قوي. المهم ان احنا نعرف نتصالح معاه. جوزيني يا حنان. كفايه بقى مديحه الفرح لسه بكره. يا اخويا خلي الفرح يخش بيتنا، ده احنا بقالنا كتير قوي ما فرحناش. الف الف مبروك يا محسن. الله يبارك فيك يا تاني، عقبالك. ميرسي. على فكره المهندسه حنان دي يا سلام قلبي انفتح لها قوي، باين عليها بنت حلال، عامله زي النسمه. الله 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 الله، ده انا حتى ده غير كده يا اختي. على فكره ليلى اخبارها ايه؟ بتبعت جوابات؟ بتبعت يا اخويا بتبعت. عامله ايه دلوقتي؟ كويسه قوي زي الفل، ما تشغلش بالك. تعال انا هدخل اغير هدومي لحد ما تحضروا لنا العشاء. اعملي حسابك هتتعشي معانا. لا انا يا دوب الحق ابن اختك قبل ما ينام. تتعشي معانا الاول وبعدين اوصلك. كويس انك ما قلتلوش يا دوحه. اقول له ايه بس؟ اقول له ايه؟ اقول له ليلى اختك اختارت واحد موريها الويل. قلبي عاشقها واللي عمري. حاول تيجي بدري النهارده يا ممدوح. ليه خير ان شاء الله؟ انا تعبانه قوي من الحمل وعاوزه اروح للدكتور. معاكي فلوس؟ معايا منين يا ممدوح؟ ما كل الفلوس اللي انا خدتها من اخويا اديتها لك. امال عايزه تروحي للدكتور بايه؟ ليه؟ هي الفلوس خلصت؟ الله، هي خلصت على مين يا ليلى؟ ما هي خلصت عليك. عليا فين؟ ده انت سايبني مرمية هنا اكل طاقة واجوع طاقة، ده انا ما بلاقيش تمن صابونة الغسيل، وانت كل يوم بدلة شكل، حرام عليك. الله 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 الله، انت مش عايزاني البس ولا ايه؟ مظهري ده جزء من شغلي. انا عاوز اعرف هو اديت فلوسي فين؟ وفين فلوسك اللي انت بتاخدها من شغلك؟ شغل ايه يا ليلى؟ الشغل فلوسه قليلة والاسعار هنا نار مولعة. اسعار ايه يا اخي؟ انت بتجيب لي حاجة؟ هو انا بشوف منك حاجة؟ ده جزائي ان انا وثقت فيك واديتك نصيبي من الميراث. الله الله الله، انت بتعايريني يا ليلى ولا ايه؟ بتعايريني؟ عايرك ايه؟ اقول لك انا تعبانه وعاوز اروح للدكتور، تقول لي ما معيش. طب خلاص هدي نفسك. انت هتعيطي؟ انت زعلانه ليه؟ اقعدي اقعدي يا ليلى. حاسبي على الواد، حاسبي على الواد، اقعدي على مهلك. ما تزعليش نفسك، انا هاجي لك على طول. لا مش ممكن طبعا. احسن تتعودي بعد كده على اكل المطاعم. لا اطمن يا حبيبي، ان شاء الله لما هنتجوز هحط لك على السفره 11 سم. لا كده بقى يبقى المطعم احسن. لا انا ست بيت مدبره جدا. انا مطمن يا حبيبتي من يوم ما شفتك وارتبطت بيكي. حقيقي يا محسن. صدقيني يا حنان، انا ما كنتش اطمع في اكتر من كده. انا نسيت العذاب اللي شفته في حياتي كله من يوم ما شفتك. وبعدين بقى احنا مش قلنا ننسى اللي فات ونعيش النهارده؟ انا خلاص يا حنان ما عنديش اي حاجه فاتت، انا لسه بتولد من جديد. يعني انت النهارده مولود؟ بالظبط كده. جرالك ايه بس يا سماح؟ بس يا حبيبتي مش هعرف انام واتخمد شويه في البيت ده ولا ايه؟ يعني اعمل ايه يا ممدوح؟ خديها وروحي ب60 داهيه، مش هيبقى تعب في البيت وتعب في الشغل، دي ما بقتش عيشه دي. انت بتزعق كده ليه يا ممدوح؟ نعم يا اختي نعم، عايزاني ابوس على ايدك اطبطب عليكي؟ لا يا حبيبتي انسي الدلع ده، الله يرحم بقى ايام زمان. يعني ايه؟ يعني من هنا ورايح انا اللي اتكلم وانت تقعدي ساكته، فاهمه؟ هو انت بعد ما خدت فلوسي ماني؟ عاوز ترميني؟ ايوه هو كده بالظبط. حرام عليك، ده انا بعت اهلي عشانك. اللي تسيب اهلها تسيب جوزها. عاوز اسافر مصر. تسافر؟ بس هو في حد عايز يشوف وشك هناك؟ ده مش طايقينك. هبقى انا تصفرني. ماشي اصفرك، اذا كان معاك حق التذكره خدي بنتك دي وفرقيني. يلا يلا. عشان كده انا هسيبك تشوقي الطريق اللي اخترتي نفسك، بس خليكي فاكره كويس الطريق ده اختيارك انت. استحملت منه اللي عمري ما تحملتوش من حد،
وكأني ده ذنب عليا بكفر عنه. اللي مخليني مستحملة بنتي سماح، لكن للأسف ممدوح كل يوم بيزيد إهانة فيا، شايفة الذل معاه ومش قادرة أعمل حاجة. ذنب محسن أخويا بيخلص مني قبل ما يجيح، ربنا يتولاني ويسامحني، وانتوا كمان يا ريت تسامحوني. يا حبيبتي أختي، والله لو أقدر أسافر لها كنت سافرت لها وجبتها معايا. تيجي نبعت لها جواب ونقول لها تيجي؟ لازم هي تكون عاوزة تيجي قبل، بعد كل اللي بيحصل ده ومش عاوزة تيجي؟ احتمال هو ما يسيبهاش تيجي. يعني أمك يا أختي مستفرد بيها في الغربة لوحدها. ربنا يهدك يا ممدوح يا ابن حواء وآدم. ألف مبروك يا محسن يا أخويا، طول عمري نفسي أعيش لما أشوف اليوم ده، والحمد لله عشت وشفته. مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا مليكة. ألف مبروك. ألف مبروك يا باشمهندس. ألف مبروك يا عروسة. ألف مبروك عندك إن شاء الله. والله أنا لولا الكسوف يعني من الجالسين والحضور هنا لكنت رقصت لحضرتك رقعة ونسخ. ألف مبروك. ألف مبروك يا باشمهندسة. الله يبارك فيك يا دوحة. بس أنا الله طلع من بقك دوحة زي السكر. ألف ألف مبروك يا محسن. عقبالك يا حبيبتي. لا إحنا اتفقنا على إيه؟ الدراسات العليا والدكتوراه بعدين اي حاجه ثانيه. تهاني استاذه طموحاتها كبيره قوي. انت عارفاها طول عمرها كده. يا اختي بلا ماجستير بلا دكتوراه. عايزين نفرح بيكي بقى. ربنا يوفقك وينورك الاستاذ. ميرسي يا احلى وارق عروسه الدنيا. متشكره يا حبيبتي. والله انا كده، وان ما كانش عاجبك الباب يفوت جبل. ده تقول ايه اللي انا خدته منك؟ حبيتك وضحيت عشانك وديتك كل حياتي. اسطوانه قديمه ومشروخه سمعتها منك مليون مره، اغنيه بايخه مليت منها خلاص. كنت فاكره ان الطفله اللي بينك هتخليك تعمل وتحافظ على حبنا. حب ايه؟ حب ايه يا حبيبتي؟ الحب ده موضه قديمه خلاص. انت ليه مش عايزه تصدقي؟ الحب ايه؟ اليوم اللي كنت اتمنى اقدم فيه شباب. اتفضل يا عريس. اتفضل يا عريس. الحمد لله وغير يوم اهو. طب عشان الولد بس. طب عشان الولد. الولد هيتجنن على الشرباط. الولد هيتجنن على الشرباط. هات يا عم. خد يا حبيبي. خد اشرب الاثنين. اشرب الاثنين. خد بقى. اقعد يا مختار. طيب. انت الحقير. سرقتني. انا حقير. انا حقير. اخلصي. 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 ما شفتش احسن منك. خلاص يا نصار يا محتال. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. شك جدا. انا لا يمكن اعيش مع انسان زيك. طلعني. هطلعك وانت خسرانه. انا لسه هخسر. انا خسرانه من يوم ما شفتك. ما عدتش عايزه اشوف وشك. طلعني بره. طلعني. انت عايزه كده؟ طلعني. روحي روحي وانت طالع. بس بقول لك ايه، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. خدي بنتك دي وتغوري ب60 دقيقه. كفايه عياط بقى يا ليلى. بركه يا اختي اللي جيت لنا بالسلامه. ما لقيتش معايا غير اسورتي اللي كنت مخبيها منه لاخدها يبيعها. بعتها وحجزت على اول طياره جايه لمصر. الف حمد لله على سلامتك. خير ما عملتي. تعرفي لو ما كنتيش جيتي كنت بعت لك جوزي مختار يجيبك. اول ما نزلت من الطياره ما بقتش عارفه اروح لابي محسن ولا اجيلك. يا حبيبتي هناك بيتك وهنا بيتك. خفت اروح لابي محسن لا يطردني. لا لا يا ليلى ما تقوليش كده. ده محسن حنين. ده كان قلقان عليكي قوي وكل شويه يسالني عن جواباتك. او يكون عارف اللي حصل. لا 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 معرفش. بس ضروري هيعرف. ده محسن بالنسبه لنا اب واخ. عموما تهاني زمانها جايه وهنشوف هنقوله ازاي. لا يا تهاني يا جدعان. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. ازيك عامله ايه؟ كفايه كفايه بلاش عياط. كفايه كفايه وجعت قلبي. احمدوا ربنا اللي جت
جات لنا بالسلامه. حنان. ايوه يا محسن. تهاني لسه ما جاتش؟ لا ما جاتش. غريبة أوي، قالت هتتغدى عند مديحة وهترجع على طول. هروح أتصل بالتليفون أشوفها اتأخرت ليه. أنا جات فين؟ اتأخرت ليه يا تهاني؟ أنا آسفة يا محسن، اتصلت بيكم كذا مرة في التليفون، التليفون مشغول. المهم إيه اللي حصل؟ ليلى وصلت عند قبل مديحة. اتفضلي الشاي. عنك يا غنت حضرتك. خدي يا حبيبتي سمي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله دي حلوه قوي. هاتي هاتي العب بيها. ولا ومقعد مع ابوك جوه. يلا يلا بلاش لعب عيال. حاضر. شلت الهم بدري. ايه كل شيء اسمه ونصيب. يا سلام. وهي الاسمه والنصيب قالت انه ياخد بنات الناس يبهدلهم في الغربه وياخد منها فلوسها ويرجعها ايد ورا وايد قدام. هو ما يستاهلهاش وانا قلبي غضبان عليه اليوم القيامه. لكن ارجع اقول النصيب وما تفكروش في اللي حصل. هي لسه صغيره والف من يتمناها. الجواز تاني ما افتكرش. البت اتعقدت قبل ما تفرح بالدنيا يا حبه عين امها. انا كل اللي اقدر اقوله ان انا ما اتاخرش عنكم في اي حاجه ابدا. وانت يا بنتي يا ليلى اعتبريني زي والدتك الله يرحمها. وما تنسيش اللي في ايدك دي بنت ابني. ومهما كانت الظروف انا مش هتاخر ابدا. متشكره. هروح اقول لها ايه؟ تمسح دمعتها. هي اللي عملت كده في نفسها. انا ما نصحتها ما سمعتش كلام. ليلى النهارده محتاجه لك اكتر من زمان. ضاعت نفسها وضاعت مستقبلها ومشيت في طريق مجهول. وادي النتيجة. ما يصحش برضو تتخلى عنها. هي ليها حد غيرك. هروح لأبي محسن أقول له إيه؟ أقول له إن أنا رجعت بعد ما ضيعت مستقبلي بإيديا؟ وبعني الراجل اللي أنا سبت دراستي عشانه؟ أقول له سامحني إن اتحددك وخرجت عن طوعك؟ ما كنتش عارفة يا أبلة. وبقت كل حاجة حلوة في حياتي. عشان الراجل ما عندوش ضمير. ما عندوش ضمير. انا معاك انها غلطت. كل اللي انت قلته ده حصل. لكن مش مبرر ان انت تتخلى عنها وهي غرقانه. دي اختك لحمك ودمك. مين اللي غرقها يا حنان؟ ما كانتش عارفه ان ده هيكون مصيرها. صغيره وملهاش تجارب. الصغير لازم يسمع نصيحه الكبير. حبيبتي يا ليلى كفايه بقى. ايه عقل كان غايب عني. ممدوح كان رسم لي احلام ورديه صدقتها وجريت وراها. تقدري تقولي لي اروح لابي محسن وابص في عينيه ازاي؟ صدقيني يا ليلى محسن قلبه طيب ومش ممكن ابدا يشيل من اخته الصغيره. مجرد ما هيشوفك هينسى كل اللي حصل. يا ريتني انا اقدر انسى اللي حصل. يا ريت. عشان خاطر يا محسن ابدا مع ليلى صفحه جديده. صدقني ليلى اكيد اتغيرت. هي خارجه من التجربه دي مكسوره. مش هتلاقي جواها العند والغرور بتاع زمان. ليلى دلوقتي جواها قلب حزين وجرح لسه بينزف. ظلمت نفسها وتعذبت كتير وهي لسه بتبتدي حياتها. يبقى بلاش نظلمها احنا كمان. يا ريتك ما طوعتني يا ابي. يا ريتك ما وافقتني على اي حاجه طلبتها. كان لازم تحبسني تقتلني تعمل اي حاجه. بس ما كنتش تسيبني اضيع مستقبلي واجامل بدراستي عشان واحد يبهني بعد ما ياخد مني كل حاجه. كنت بعيط لما بتشفق فيا. حينك شفت الذل بعينيا. كان بيطلع يضربني ويدخل يضربني. كنت بقعد باليوم واليومين جعانه مش لاقي حاجه كلها. اياميها كنت بفتكر لما كنت بتدلع عليكم. عشت عمري كله تطبطبوا عليا وفي الاخر جه اللي خلصوا مني. واحد حبيته ووثقت فيه
كنت فاكرة اني هشوف الجنة معايا، شفت الجحيم، حسيت ان عمري 100 سنة وانا لسه ما كملتش ال20. كفاية يا ليلى، كفاية قطعتي قلبي. ليلى انسي كل اللي فات، لان اللي حصل لك ده كان مكتوب. كتبته انا بتهشي وقلت عقلي. مفيش حد بيكتب حاجة ولا بيختار نصيبه. إذا كنت غلطتي فلازم تستفيدي من تجربتك لأيامك اللي جاية. أيامي اللي جاية؟ طبعاً يا حبيبتي، المستقبل لسه قدامك وإن شاء الله تبدأي من جديد. مستقبلي ضاع خلاص. لا ما ضاعش ولا حاجة، تقدري تبتدي من جديد. مكتبك زي ما هو في البيت وعليه كتب الثانوية العامة، تقدري تذاكري من تاني وإن شاء الله هتعوضي كل اللي فات. ربي بنتي ولا هذاكر يا بي. الناحية دي ما تشيليش أي هم، حنان واخدة أجازة سنة بدون مرتب وهي فرصة ليها تتمرن على إنها تكون أم. مش عارفة أقول لكم إيه. ما تقوليش أي حاجة، المهم دلوقتي تفكري إزاي تعوضي اللي خسرتيه من عمرك. وأظن المرة دي اتعلمت منها كتير يا ليلى، ورب ضارة نافعة. يلا يلا بينا يا ليلى، هاتي بنتك وتعالي معايا. اه على فكرة انتي سميتيها ايه؟ سميحة.